السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم هناء من قناة كل يجيب في منزلي. كراكم حبيباتي لاباس بخير؟ إن شاء الله تكونوا عيدتوا بخير والفرحة إن شاء الله تكون عمت كاع على الأمة الجزائرية. حتى وحنا رانا لداخل الدار نفرحوا مع ولادنا. الحمد لله كرانا بخير وبالصحة والهنا إن شاء الله. وكامل خاوتي صحاب 45 ولاية و 48 ولاية إن شاء الله كامل تكونوا بخير. حتى أخواننا في المغرب وتونس ومصر كل يعني كاع الدول العربية إن شاء الله يكونوا كامل بخير وعلى خير. ربي بعد لنا البلا. اليوم راح نتكلم على هذا النبتة هذه اللي يسموها الهوارثية. الهوارثية واش تفهموا مليح. وكاين اللي يسميها الذيل المزركش. الذيل المزركش وكاين اللي يسميها نبتة الجرس. علاش نسموها نبتة الجرس؟ ها فيها الوردة تاعها. ها هو شوفوا طويل بزاف. ها شبه يشبه للجرس. علاش يسموها ذيل الجمل او نبتة الجرس؟ هذه هي. وهي يسموها في الحقيقة يسموها الهوارثية. وبغيت باش تعرفوا عليها هي كاين بزاف يحسبها الاوليفيرا. هي ماشي اوليفيرا مزركش. علاش عيطوا لها مزركش؟ شوفوا كاين فيها البرص نبتة النوع اللي فيها البرص. كاين بزاف اللي عيطوا لها قلنا الجرس ولا ذيل الجمل. الله أعلم علاش عيطولها. اسمها هو الهوارثية. هي ديريها برا ولا ديريها لداخل كيف كيف تبغي. في بونتا ما ديريها في داخل الدار ولا ديريها برا. ديروها يعني برا في الحديقة تاعكم نورمال ثاني. وتبغي الماء في كل 10 أيام ولا كل اسبوع كيف كيف يعني. المهم يعطوها حقها. كي تشوفوا التربه صايب ست كيما هذه يابسه. شوفوا كيفاش اللي يابسه. باش نزيدوا لها ماشي كل خطره نزيدوا باش ما تخمشناش. اما اكثر منها هذه ومن بعد نهضروا عليها ان شاء الله. باسكو دوك ماشي وقت ماشي وقت الاكثر. هي ماشي مخرجت لي باسكو هذه صغيره ماهيش كبيره. ايوا اصل الورد تاعها هذا اللي راهي دارته هذا عامها الاول اللي دارت. هذا الورد هذا ومازال ما تحلش. كامل ان شاء الله كي تحل عاود نوريه لكم. وان شاء الله تكونوا فهمتوا كيفاش الطريقه تاع اعتناء بها. وما تنسوش ثاني وحنا قلنا بلي نمسحوها. وهي سهله للكسر. انا ديجا هنا راهي تكسرت لي. شوفوا هنايا تكسرت لي. غير نحك يحكمها واحد ولا اي تتكسر صافي ما تخلوهاش تعيب الاخر. هي شوفوا لازم تكون كيما هذه هكا. شوف كيفاش تجي. وانا هادو تكسروا لي صافي. كل تخسر شويه انا الاخر تاعها انا قد تحرح لها شويه مش زعما شابه كما كانت. هنا كما هنايا هذو الفوقانيين كان كيفاش تجي طويله. ملي هنا قلت لكم تكسروا لي على هكا شويه ماهيش كما كانت. وان شاء الله تكونوا فهمتوا حبيباتي. ما تنساوش غير تدعموني باش نزيد لكم اكثر واكثر. ونقبل يعني كاع لي كومونتير اي حاجه تكلموا عليها تسقسوني فيها انا نرد لكم. اللي ما رديتلوش لا غالب زعما ما شفتوش ولا ما فات الوقت زعما تاعو باش نردو. كاين خطه حتى ويفوت والله الا نرجع لكم. يعني ما تنساوش غير تدعموني باش نزيد لكم اكثر واكثر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.